السلام عليكم. محاضرتنا اليوم عن موضوع الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس أنا عندي من الحالة الاعتيادية اللي هي بالجلايكوليسيس، كنت تحول الجلوكوز إلى بايروبيت بالجلايكوليسيس. طبعا هاي تمت بعدة خطوات، هاي الخطوات أكو بيها ريفيرزابل وأكو بيها ريفيرزابل. لاحظنا انه ثلاث تفاعلات كانت irreversible، واللي هي الجلوكوز لما يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت، وكذلك الفركتوز 6 فوسفيت لما يتحول الى فركتوز 1,6 بيس فوسفيت، واخيرا الفوسفوينول بايروبيت لما يتحول الى البايروبيت. اذا ما عدا هاي الخطوات الثلاثة انا بامكاني انه ارجع البايروبيت الى صيغة الجلوكوز. كيف؟ لما صار عندي اكتفاء بالانيرجي، خلاص ما احتاج بعد، ما احتاج تحلل الجلوكوز، ما احتاج احرق واسوي اي تي بي، لا اريد اتوقف وارجع هذا البايروبيت الزياده، ارجعه بشكل جلوكوز وبعدين اروح اخزنه بصيغه الجلايكوجين. اذن كيف تتم العمليه؟ هاي العمليه عكس هاي الجلايكوليسيس نسميها جلوكونيوجينيسيس، واللي هي موضوعنا اليوم. اذا عندي ثلاث انزيمات احاول ان اعكسهم، اول واحد الهكسوكاينيز، ثانيا فوسفوفركتوكاينيز، واخيرا البايروبيت كاينيز. طبعا احنا الجلايكوليسيس نعرفها مبدئيا تتم طبعا بالبراكين، تتم بالسيتوسول، هاي العملية كلها بالسيتوسول. لكن راح آخر تفاعل اللي هو الأنزيم الثالث، آخر تفاعل هو أول واحد نبدي نعكسه ما راح ينعكس بأنزيم مباشر، لا راح يكون على مرحلتين أو على أنزيمين. أول خطوة راح نسويها إنه البايروبيت راح يتحول، راح البايروبيت يتحول من السيتوبلازم يروح الى الميتو، يدخل الميتوكوندريا، طبعا يقدر يدخل الممبران يسمح له. المهم دخل للميتوكوندريا، من دخل للميتوكوندريا اكو انزيم خاص اسمه البايروبيت كاربوكسيليز. البايروبيت كاربوكسيليز راح يضيف مجموعه كاربوكسيل الى البايروبيت. طبعا البايروبيت 3 كربون، اجت هاي الثالثه الرابعه العفو مجموعه كاربوكسيل، فصار عندي 4 كربون، فراح ينطيني الأوكسالو أسيتيت. الأوكسالو أسيتيت إذا تذكروا كان هو المرحلة اللي يرتبط بيها من يتحول بالجلايكوليسيس، كان البايروبيت يتحول أستالكو أنزيم أي، بعد أستالكو أنزيم يجي الأوكسالو أسيتيت وينطيني السيترات. هنا لا، ما راح يمر بديش المرحلة، لا مباشرة راح يدخل إلى البايروبيت، راح مباشرة تنضاف إلى مجموعة كاربوكسيل وينطيني أوكسالو أسيتيت. طبعا أنا الآن لما دخل البايروبيت إلى الميتوكوندريا ودخلتنا الـ CO2 وانطاني أوكسالو أسيتيت، الآن أنا ما راح أمسير بهذا الاتجاه، لأن هذا اتجاه جلايكوليسيس، راح يصير باتجاه عكس جلايكوليسيس. ليش؟ لأنه راح يتحول أوكسالو أسيتيت إلى ماليت. الماليت الآن طبعا الأوكسالو أسيتيت مشكلتها ما تقدر تطلع من الميتوكوندريا، لكن الماليت بإمكانه أن يعبر، فالماليت الآن قدر يعبر، تحول الماليت، ماليت قدر يعبر ويروح للسيتوسول. الآن الماليت يرجع مرة ثانية بشكل أوكسالو أسيتيت، مرجع بشكل أوكسالو أسيتيت. الآن الأوكسالو أسيتيت ممكن يمر عليه إنزيم ثاني اللي هو فوسفوينول بايروبيت كاربوكسي كاينيز. فوسفوينول بايروبيت كاربوكسي كاينيز راح ينطيني راح يطلع لي CO2 وبنفس الوقت يزودنا بمجموعة فوسفيت. إذن هنا أنا خرج CO2 وانطاني مجموعة فوسفيت وانطاني الفوسفوينول بايروبيت، وبهالعملية هاي عكست البايروبيت
الى الفوسفو انول بارامي. طبعا العمليه صاحبتها مثلا هنا عندنا السي او 2 من دخل احتاج اي تي بي وطلع عندي اي دي بي، يعني استهلكنا هنا للاستهلاك. بعد ذلك هنا عندنا ناد ونادش، احنا كل مره هنا لا نادش دخل وطلع ناد، عندنا الماليات ايضا ناد وطلع ناد، ايش يعني ناد، يعني هاي تقريبا عكس هاي العمليه. واخيرا هنا الجي تي بي اللي هو جوانوسين ترايفوسفيت وطلع جوانوسين دايفوسفيت وانتهى بالفوسفوينول فوسفوينول بايروميت. اذا بهاي الانزيم عكسنا اول عكسنا العفو اخر تفاعل بالجلايكولايسيس، اخر تفاعل ريفرسبل بالجلايكولايسيس. الان بقالي منه بقالي اثنين، الاول اللي هو رقم اثنين بالتفاعل رقم اثنين من الاريفيرزابل اللي هو كان يتحول عندي فركتوز 6 فوسفيت يتحول الى فركتوز 1-6 بس فوسفيت. الانزيم كان اسمه فوسفو فركتو كاينيز، كاينيز يعني يضيف اي تي بي، وبالفعل كانت تدخل الاي تي بي ويطلع اي دي بي. هنا العمليه لا عكسيه، شلون هنا كان يضيف هنا لا راح يشيل فوسفيت، فهم اثنين فوسفيت راح يشيل اللي بوزيشن نمبر 1 راح يرفعها ويبقي لنا بس اللي بوزيشن نمبر 6. طبعا هنا من دخلت اي تي بي هنا من تطلع بشكل ان اورجانيك فوسفيت، الانزيم اللي استخدمناه بهذه العمليه اسمه فركتوز 1-6 بس فوسفاتيز. اذا الفوسفاتيز وهذاك فوسفوكاينيز، الفوسفوكاينيز يضيف الفوسفاتيز يحلل الفوسفات يطلعها بشكل ان اورجانيك ونزلها بي اي نقصد بها ان اورجانيك فوسفات، طبعا تطلع بشكل بي او 4. بينما هنا دخلت وهي وياها مجموعه ادينين، طبعا الادينين وهذول هي مجاميع حلقات بها كربون فتعتبر اورجانيك، بينما هذه تعتبر ان اورجانيك، فهنا لذلك نسمي هذا اورجانيك فوسفات بينما هذا ان اورجانيك فوسفات ونرمز قلنا بي اي. طلع الان وتكون عندي ديفركتوز 6 فوسفيت. اخيرا نعكس اول تفاعل ريفرسبل بالجلايكولايسيس اللي هو ممكن نقول الجلوكوز نسوي له ليبلنج ونحوله الى جلوكوز 6 فوسفيت بالجلوكوكاينيز والهكسوكاينيز، طبعا مصدر الفوسفيت راح يكون الاي تي بي، هنا حنعكسها نستخدم جلوكوز 6 ايضا فوسفاتيز، جلوكوز 6 فوسفاتيز راح ايضا يطلع لي ان اورجانيك فوسفات، يعني راح يشيل الفوسفات الموجوده يرفعها ويبقى عندي جلوكوز. طبعا الان هذا الجلوكوز فري راح ناخذه ونروح بعدين نشتغل عليه، بعدين ناخذها بال من نوصل الموضوع المحاضره القادمه ان شاء الله اللي هي موضوع الجلايكوجين سينثيسيس، راح الجلوكوز يروح هناك ينخزن بشكل جلايكوجين. محاضرة سهلة، هذه محاضرتنا لهذا اليوم وهي تقريبا مال ساعة واحدة. هذه عكسنا البايروفيت رجعناه بشكل جلوكوز. طبعا هاي العملية يمكن هنا هذا سكيم راح نحاول نباوع له بس مو ناخذه بالتفصيل، لان اكو اشياء بعدنا مثلا الجلايكوجين بعد ما اكو مواضيع بعدنا ما اخذناها، بس راح نتكلم بالشي اللي درسناه ونكمل عليه. هنا ريجوليشن اوف جلايكولايسيس او جلوكونيوجينيسيس، طبعا دول العمليتين صارت واحده عكس الاخ. ايش وقت ادخل للجلايكولايسيس؟ لما اكون محتاج اي تي بي، لما يكون عندي اكيوميليشن بالجلوكوز اريد اخلص من عنده فاذا ادخل جلايكولايسيس. ايش وقت ادخل ذيك عكسها؟ لما يكون عندي فائض بالانرجي، ولما ايضا يتحكم بالموضوع خلينا نقول ثلاث انزيمات اللي هي الاريفيرسبل، هي هاي تتحكم وتسوي ريجوليشن بالجلايكولايسيس او جلوكونيوجينيسيس. مبدئيا
انا من اجي اباوع واشوف هذا، يعني نفهم شلون نقول السكيم، لما اشوف هذا الخط المتعرج هذا معناته هذا له تاثير على يمن، يعني هسه هنا مثلا الجلوكوز 6 فوسفيت، انا لما اسوي جلوكوز بالجلايكولايسيس ادخل جلوكوز بالهيكسوكاينيز والجلوكوكاينيز ودخلت لهم فوسفيت سويت جلوكوز 6 فوسفيت، كل ما اكو جلوكوز كل ما ادخل كل ما احول اكثر ادخل فوسفيت واحول اكثر للجي 6 بي الى ان يوصل مرحله كلش التركيز هوايه اكيوميليشن من عنده صارت. فهذا وجوده بتركيز عالي راح يسوي تاثير على من على هاي الانزيمين الجلوكوكاينيز والهيكسوكاينيز، شو يسوي بهن؟ شوفوا هنا دائره ماينس معناه يسوي انهيبيشن، راح يثبط سوي عمليه انهيبيشن لهاي الانزيم يخفف كافي لنظل تحول لانه صار اكيوميليشن من هذا البرودكت. اذا هذا من خلال هذا السهم اذا افتهمناها البقيه كلها نفس الشيء. يعني مثلا بعدين الجلوكوز اوكي حاول ياثر على هذا بس كل شيء هو تركيز من عنده يتحول الى فركتوز 6 فوسفيت، ايضا الفركتوز 6 فوسفيت ايش بيه لما صار اكيوميليشن، لاحظوا على الفركتوز 6 فوسفيت من يصير بيه اكيوميليشن من عنده شو يسوي؟ راح يشتغل على الانزيم اللي راح مسؤول عن تحويله لل 1 6، هذا الانزيم شو راح يسوي له؟ يسوي له اكتيفيشن. لاحظوا هنا نسوي اكتيفيشن، ليش؟ لان صار اكيوميليشن من عنده، وين الطريق وين الخلاص بالنسبه له انه يتحول الى 1 6؟ فالانزيم المسؤول عن هذا ال 1 6 هو فوسفوفركتوكاينيز، راح يسوي اكتيفيشن. بنفس الوقت تحول وتكون فركتوز 1 6 بس فوسفيت، هذا فركتوز 1 6 بس فوسفيت هذا راح يسوي راح يكون من عنده خلينا نقول اكيوميليشن كميه كلش هوايه من عنده. فهذا شو يسوي؟ نفس هذا اللي سواه من سوى اكتيفيشن على الانزيم اللي بالمرحله اللي بعده راح يكون هنا نفس الشيء. هنا عندنا بايروفيت كاينيز هو الريفرسبل الثالث، هذا الاول، هذا الريفرسبل الثاني، وهذا الريفرسبل الثالث شو راح يسوي؟ راح يسوي عليه اكتيفيشن في سبيل يسرع هاي الخطوات اللي هي تفصل بينه وبين البايروفيت على مود يتسهل تحويلها للبايروفيت وتكمل عملية الجلايكولايسيس. بينما الجلوكونيوجينيسيس نشوف بالعكس، نشوف خلينا نكملها بالله هذه، يعني نشوف مثلا هسه هنا عندي اني نلاحظ انه مثلا البايروفيت ديهايدروجينيز، البايروفيت ديهايدروجينيز راح يحول البايروفيت الان المن الى الاسيتايل كوانزايم اي، والاسيتايل كوانزايم اي يجي ويا الاوكسالو اسيتيت وينطيني السيتريت. هذا الباثوي ايش راح يصير عندي؟ عندي احنا دخلنا لهذا الاتجاه باعتماد منه الاي تي بي، فانا محتاج اي تي بي. لما عندي اي تي بي اكيوميليشن اوف اي تي بي ايش حيسوي؟ حيسوي انهيبيشن لهذا الباثوي، يقول لك كافي لا تدخل لنا المن للستيك اسيد سايكل، وراح يصير النوب بعد النوب اي تي بي هوايه. فاذا هذا الاي تي بي ايش راح يسوي؟ راح يسوي انهيبيشن للبايروفيت ديهايدروجينيز اللي هو مسؤول عن تحويل البايروفيت للاسيتايل كوانزايم اي. نفس الوقت اسيتايل كوانزايم اي له تاثيرين، يسوي ان الاكيوميليشن من عنده يسوي انهيبيشن لهذا البايروفيت ديهايدروجينيز في سبيل ما يرجع يتحول هواي من عنده من البايروفيت للاسيتايل وتكون هواي من الاسيتايل كوانزايم اي، وبنفس الوقت هو يسوي اكتيفيشن لاحظوا المن للبايروفيت كاربوكسيليز. هذا البايروفيت كاربوكسيليز هو احد الانزيمات اللي شرحناها اليوم اللي هي مسؤوله عن تحول البايروفيت للاوكسالوستيت اللي هي بعمليه او نقول اول خطوه بالجلوكونيوجينيسيس. فاذا ايش راح يسوي؟ اسيتايل كوانزايم صار اكوميليشن من عنده، خلاص دي يثبط اللي دي السبستريت اللي دي يتحول اليه، دي يثبط البايروفيت ما يتحول للاستايل، يشتغل على انزيم هذا البايروفيت ديهايدروجينيز، وبنفس الوقت يسوي اكتيفيشن للانزيم اللي يروح يحول لنا هذا
الزياده الاكزيز من البايروفيت خليه يحول الى الاوكسالاسيت ويودي بشكل للجلوكونيوجينيسيس وبعدين ينهي بشكل يرجع بشكل جلوكوز. اذا وهكذا للبقيه. بعدين اجاني السترات تكون اكيوميليشن اوف سترات هنا خلينا نقول جلايكولايسيس مستمره اوكي والاستايل راح يجي يضطر يجي على اوكسالاسيت وينطيني السترات. وجود تركيز عالي من السترات ايضا يسوي انهيبيشن المن راح يرجع يسوي انهيبيشن للفوسفور فركتور كاينيز يعني يرجع للبدايه على مود ما يتحول لفركتور 6 فوسفات الى 1 6 وتمشي عمليه جلايكولايسيس. فلاحظ شلون وبنفس الوقت نكون نلقى في كل مكان نلقى وجود الـ ATP. شوفوا هنا مثل هنا الـ ATP زيادة طاقة الـ الطاقة يعني زيادة الـ ATP. فالـ ATP راح يسوي inhibition إذا ازداد inhibition المن لهذا phosphor fructokinase. الـ AMP هو العكس مال الـ ATP. لما يصير عندي accumulation of AMP معناته أنا عندي طاقة قليلة بينما accumulation of ATP عندي طاقة هواية. الـ ATP يسوي inhibition glycolysis. الـ AMP يسوي activation. فنلاحظ هنا الـ AMP يسوي لنا activation بينما عكسه هو الـ ATP يسوي inhibition. وخلال سير هاي العملية إذا إجينا هنا بالاتجاه المعاكس اللي هو باتجاه gluconeogenesis نلاحظ أنه الفركتوز 1-6 بس فوسفات ما يريد الاكيوميليشن من عنده يسوي انهيبيشن هو ولا الاي ام بي. الاي ام بي طبعا قلنا احنا الاي ام بي شنو اذا الانرجي قليله ايش راح تسوي؟ راح تحفز الجلايكولايسيس وبنشوف هنا اكتيفيشن بينما هنا تاثير الام بي الاي ام بي على جلوكونيوجينيس يسوي انهيبيشن. ليش؟ هو يريد تستمر عمليه جلايكولايسيس ويدخل ستيك اسيد سايكل على مود ينطي اي تي بي بينما لانه اكو نقص من فاذا الاكيوميليشن اوف اي ام بي راح يسوي لي اكتيفيشن المن للفوسفو فركتور كاينيز او خلينا نقول بصوره عامه يسوي لي اكتيفيشن جلايكولايسيس ويسوي انهيبيشن للجلوكونيوجينيسيس. طبعا الاي تي بي راح يكون بالعكس الاي تي بي يسوي انهيبيشن الاكيوميليشن. احنا هنا اي شيء كاتبين نقصد بيه اكيوميليشن زياده من 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 تركيزه. فوجود زياده من الاي تي بي راح تعمل على انهيبيشن للجلايكولايسيس وطبعا اكيد راح تسوي اكتيفيشن للجلوكونيوجينيسيس. هاي محاضرتنا لهذا اليوم، اتمنى المعلومه وصلت. اي استفسار اي سؤال ممكن تدخلوا لي على التليجرام وتسالني، ما بها احراج، اسال على الخاص. اذا شفت السؤال حلو وبيحاض راسا اني انزله على العام على القناه اني انسق ونزل. تحياتي واشكركم وان شاء الله وصلت المعلومه. استودعكم الله.